حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم احنا عندنا شوي بس شوي 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 يلا شوي تعال البنات اربعه هنا بسوي مسابقه بينكم. الحبيب معنا حكم، ايش رايك؟ يلا اليوم معنا كابتن عبد الله يعطيه العافيه، مجهز لنا مسابقه وشوفه جايب لكم هدايا. ركز معنا كابتن عبد الله وش يسوي معنا، ثنتين هنا او ثلاثه هنا؟ ثلاثه هنا خلاص، تعال معنا ثلاثه هنا. خليك تعالي ميران، يلا يمين 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 لا خليك انت هنا شويه، يلا خليك يا عبد الله عفوا تفضل هنا خليك معهم. يلا كابتن عبد الله اليوم نبغى واحدة زيادة بس اساس يكون فريقين، كل فريق فيه شخصين. حلو، كل فريق فيه شخصين. ايوه خلاص تعالي مين من تبغاه؟ ايوه اوكي تبغى ثلاث فرق؟ لا الفريق الثالث راح يلعب مع الفائز. يلا تفضل. اوكي يلا خلاص اجل انا اقول لك شيء، تعال معنا انت حكم. ايوه وانت تعالي معنا حكمه. يلا تعالي يمين يسار امشي. يلا يا ليندا يلا تفضل هنا. يلا يا ميران ويلا شوف كابتن عبد الله اليوم ايش مجهز لنا اليوم. اسمع كابتن عبد الله ايش مجهز. يلا طيب احنا عندنا الان كورتين. جميل ركزوا زين، واحدة زرقاء واحدة حمراء. كل فريق عنده كرة حمراء وكرة زرقاء. يا سلام تعال هنا يا ليندا. حلو ركزي. واحدة منكم راح تكون هنا والثانية راح تكون هناك. انا تعالي هنا راح تبدين. اوكي يلا لما نبدا. اوكي يلا خليك هناك. تعالي هنا انت يا جل. ايوه بس يلا حلوين تمام. يلا لما نبدا حلو التمرين الاول تمسكين الكوره والتمرين كذا يكون. يلا ايوه اثنين يلا ثلاث كره. ايه بالكوره كم؟ 10 مرات. يلا يلا اوكي. اذا خلصتي تاخذين الكره الحمراء تمام. اذا خلصت تاخذين الكره الحمراء وتمسكينها كذا، واحد اثنين وعشرة تمام. يلا واذا خلصتي تروحين لزميلتك رجل واحدة. رجل واحدة ركزي الكورتين معك. يرحم والدينك تعالي مكانها بيجي مكانها. ايوه وتسلمينها الكورتين. يا سلام. وبعدين هي تسوي نفس تمارينك. حلو واخر شيء يرجعونها للسله. راح احط السله في النص، اللي يخلص اول هو الفايز. يلا عارفين المسابقه؟ يلا بنعد بسرعه. اول شيء شلون يا كابتن؟ اول شيء ركز. اول شيء ركز كذا الكره الزرقاء. حلو التمرين هذا. حلو يلا اوكي 10 مرات. اوكي ما تطيح. يلا 4 5 6 7 8. لا لا لحظه من جديد 1 2 3. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8. الثانية يلا ها التمرين. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رجل واحدة برجل واحدة. لا سويها انتم. سوي التمرين نفسه. سووها يلا يلا سووا نفسها يلا. الأول بالكرة الزرقاء 1 2 3. يلا يلا بس قابل الكاميرا هناك. لا هناك هناك. لا هناك. يلا لفي يلا 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 10 لف هناك يلا بسرعة. يلا يمين يسار اسرع 5 6 7 8. من طاح الكورته منكم؟ من اللي فايز؟ اللي طاح الكورته هو خسران. مين بس انا شفت هي طبقت صراحه. انا شفت طبقت اكثر زين. يعني هم الفايزين. هم الفايزين يعطيهم العافيه والف مبروك لهم فازوا معانا يعطيهم. طيب كابتن عبد الله اليوم هذه تساعد على خلينا نقول تحريك الجسم بشكل كامل يعني. نعم جميل. في التمرين الاول لاحظنا ان حركنا اليدين والرجلين مع بعض، وبرضه الخطوات اللي بالرجل الواحده هذه ايوه راح تساعدهم برضه على التوازن وتطور عندهم التوازن. يعطيك العافيه كابتن عبد الله ما قصرت معانا اليوم. حاب تضيف حاجه؟ ودي اسلم لهم هالجوائز البسيطه. سم تفضل. تعال صفوا. ايوه اثقال صغيره كل جميل. شوف الكابتن عبد الله اليوم تعالي لندك. تعالي هنا كابتن عبد الله اليوم يعطيه العافيه. تفضلوا خذوا جوائزكم. انا كابتن عبد الله. واحده تعال عطى صور كابتن عبد الله. ثقيل عليك سيارتك يا كابتن عبد الله. ايه يلا خذي الهديه. طيب سلميها مع الكابتن عبد الله عشان يلا. ايوه يلا اليوم كابتن عبد الله يعطيه العافيه جايب جوائز لكم اثقال ما شاء الله عشان تتدربون عليها. يا سلام يلا يلا تستاهلون. الله يلا يعطيكم العافية شكرا لكم. يلا واحدة يلا. طيب اليوم احنا في فقرة آخر فقرة معانا قلنا انه نسوي مسابقات دائما. اليوم سوينا خلينا نقول مهارات في اللياقة عشان يتعلمون أكثر عن اللياقة وكيف هم يعني يبدون الأطفال من بدايتهم انهم يهتمون بالرياضة. الرياضة لازم تكون عندنا يعني بشكل كامل انه احنا نمرنهم بالألعاب
بالاشياء اللي هم يحبونها عشان يكون عندنا رياضه ويكون عندنا اطفال صحيين باجسامهم صحيه، يعطيهم العافيه. طيب تعالوا معي هنا، يلا تعالوا. وصلنا احنا وياكم لنهايه حلقتنا اليوم، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من صغار ستار. خليكم الحين مع انشوده الختام، تعالوا خلوا هداياكم. يلا كل واحد حط هدايا وتجي، يلا يلا كل واحد حط الهديه معاه وتجي، يلا يعطيك العافيه بسرعه. ايه يعطيك العافيه كابتن، ما قصرت. خليكم ان شاء الله مع انشوده الختام، تعالوا يلا هنا، شوفكم باذن الله في حلقه جديده. شكرا يا عبد الله، ما قصرت، الله يعطيك العافيه، تفضل يلا.